بسم الله والحمد لله. نواصل الكلام في كتاب علوم الروح باب الخالدين. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم قيلهما هابيل وقابيل إذ قرب قربانان فتقبل قربان هابيل وهو الكبش ولم يقبل الله قربانه قربان قابيل وهي حفنة من القمح، الله أعلم. فلما رأى قابيل وهو الابن البكر لآدم وحواء أن الله آثر عمل أخيه الأصغر عن عمله هدده بالقتل بعد أن حسده على المنزل الذي أنزله الله تعالى إياه، فقال هابيل: إنما تقبل الله من المتقين. فقد رأى هابيل وسمع من قابيل وجعله يحاول استمالة قلبه أخيه ليعود إلى الجادة وطريق الصواب، لكن إصرار أخيه أي غضبه الشديد جعله يقرر أن يعاقب أخاه على إعاز من الشيطان للمضوء قدما في إحياء سنة سيئة قد اختفت وهي القتل وسفك الدم. فقال هابيل: لو مددت يدك لتقتلني فلن أدافع عن نفسي لتبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، والذي آتيناه آياتنا فانسلخ عنها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. طوعت لقابيل نفسه وزاد على النار الزيت إبليس ليكون أول من يحيي سنة القتل بعد أن كانت اختفت وزالت من على وجه الأرض، فأصابته لعنة الإنذار واللحاق بإبليس. ثم بعث الله تعالى الفاسق أي غراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه فدفنه في التراب. فلما قتل هابيل شاكت الأشجار ونفرت الحيوانات من آدم فأحس بما حدث وحزن حزنا شديدا واسترجع، وكذلك حواء فرزقهما عوضا عنه شيء، الله أعلم. ويقال أن أول معركة دارت رحاها على وجه الأرض بعد نزول آدم كان بين جيش قابيل وإبليس من الإنس والجن والشياطين، وبين شيث ابن آدم ومن معه من أتباعه من الصالحين من الجن والإنس والملائكة المنزلين، والله أعلم. وقيل هو مهيا هابيل ابن آدم وليس شيث. فتقهقرت الشياطين وانهزمت وفرت إلى رؤوس الجبال والجزر البحرية. وقيل أن شيث ربط قابيل ولم يقتله وتركه مربوط. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله. قبيل الشيطان إبليس الجني من الإنس هو قابيل ابن آدم الدجال قرين وشريك الشيطان قابيل ابن آدم الدجال قرين وشريك الشيطان من حيث لا ترونه، حيث ظرف مكان مبني على الضم، يقال من هذه الحيثية أي من هذه الجهة أو بهذا الاعتبار. ترد كذلك حيث للزمان أيضا، أي أن الدجال وإبليس يروننا من مكان وبعد زمني ربما كان بعد آخر غير البعد الذي نحيا فيه، الله أعلم. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، مقربون وأتباع للذين لا يؤمنون من الكفار، والله أعلم. وقابيل الشيطان هو قابيل ابن آدم، الله أعلم المنظر. فكان ابن قابيل تيوبالك أو تيوبالكين أول من أسس حركة الماسونية على وجه الأرض، وذلك حسب ما تذكره بعض المحافل الماسونية في كتبها عن تاريخ نشأتها. ولذلك يعتقد بأن قابيل ابن آدم هو المسيخ الدجال قبيل الشيطان، الله أعلم. قال الله تعالى: اللهم أرنا اللذان أضلان من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فصلت الآيات 20. قال بعض أهل التفسير:
هو إبليس من الجن وقابيل من الإنس، وقال غيرهم هو إبليس من الجن والمسيح الدجال من الإنس، والراجح أن كلاهما نفس الشخصية والله أعلم. وقد قيل أن قابيل هو أول من يدخل النار وجهنم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن كل نفس تقتل في الأرض إلا وعلى إبن آدم مثل وزرها، لأنه أول من سن سنة القتل.